إذا بدأت أمريكا علنا في هذا المعنى كل الأهداف اللي انكسرت نعتبرها حلال نستهدفها ولا نتردد من الاستهداف. موجة من السخرية تجتاح منصات التواصل الاجتماعي للتهديدات الجوفاء التي تطلقها إيران وميليشياتها في العراق، والتي تلوح بضرب مصالح واشنطن في المنطقة إذا ما تدخلت في الحرب، وكأن أمريكا لم تشارك في دعم الكيان الصهيوني منذ اللحظة الأولى لعملية طوفان الأقصى. كيف لمحور المقاولة كما يسميه العراقيون أن يكون عدواً للاحتلال الصهيوني، وهو الذي أمعن بقتل وتشريد سكان المناطق المنكوبة في العراق وتغييب الآلاف منهم قسرى؟ بل كيف له أن يكون عدواً لإسرائيل وقد أمعن بقتل أكثر من 500 من فلسطينيي العراق في بغداد وحدها، لا سيما منطقة البلديات إبان الفتنة الطائفية عام 2006، وتهجير أكثر من 26 ألف فلسطيني إلى الحدود مع الأردن وسوريا، ومن ثم دفعهم للهجرة في أصقاع الأرض عقب تجريدهم من أموالهم وممتلكاتهم في تغريبة لا تقل خطورة عن التغريبة الأولى؟ تاريخ من الأكاذيب والجرائم سطرته إيران وأذرعها في المنطقة، ففي الوقت الذي تنادي فيه بنصرة القدس تمعن بمجازر ضد المدنيين في سوريا وتدمير مدنهم وتهجير أهلها وتغيير ديموغرافية هذه المناطق خدمة لأجندتها. وإذا طلب منا أن نحضر وأن نشارك في القتال فنحن حاضرون. ألاعب لا تمل من تكرارها الميليشيات الولائية باستعراضها وسط شارع فلسطين في بغداد بدلا من المشاركة في القتال بفلسطين نفسها، ووضع شروط للمشاركة في الحرب ضد من اغتصب أرضها وقدسها الشريف. التاريخ لا يصنع باللعب ولا يصنع بالخطوات المحدودة الخجولة المترددة. ألاعب لطالما مارستها إيران منذ تولي مرشد ثورتها السابق الخميني للسلطة عام 1979، حينما أطلق العنان لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني للعبث بأمن المنطقة دون أن يجرؤ على رمي حجر واحد على أطراف مستوطنة لا تبعد سوى أمتار عن أذرعه في المنطقة، والاكتفاء بالبيانات والاستعراضات الفارغة قبل أن يسقط استمرار العدوان على غزة ورقة التوت الأخيرة بعد تجاهل إيران لدعوات المشاركة في الحرب في ظل توقعات للأمريكيين باندلاع حرب شوارع شرسة في غزة على غرار معركة الفلوجة.